عشان انا نسيت ان هم الزمان عايز بسم الله الرحمن الرحيم. جلسة تنطق بالأحكام. أحمد سلامة، أحمد محمد دومة، سمير عبد العظيم، محمد رزق ضحروف. حكمة المحكمة حضوريا بمعاقبة كل من أحمد سلامة، أحمد محمد دومة، وسمير عبد العظيم، محمد رزق ضحروف السجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتبريمه 100,000 جنيه عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية ومصادرة المخدر والسلاحين الأبيضين المضغوطين. أدري شفعي عبد الحميد بيوم القصاص. حاتم جزر عبد الحميد بيوم القصاص. حكمة المحكمة حضوريا بمعاقبة كل من أدري شفعي عبد الحميد بيوم القصاص وحاتم جزر عبد الحميد بيوم القصاص بالحبس لمدة 6 أشهر عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية وبحالة الدعوة المدنية للمحكمة المدنية المختصة. عبد الحميد فؤاد علي مار. حكمة المحكمة حضوريا بمعاقبة عيد محمد فؤاد علي مار بالحبس لمدة 6 أشهر عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية ومصادرة السلاحين المضبوطين. محمد عادل علي. حكمة المحكمة حضوريا بمعاقبة محمد عادل علي بالحبس لمدة 6 أشهر عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة 3 سنوات تبدأ من اليوم. محمود صبري عبد الجليل. أحمد محمد مرسي عون. سالم شعبان محمد أبو شقر. هادي خميس أبو العينين الملاح. عبد الفضيل سلطان عبد الفضيل وأحمد سعيد إبراهيم. حسين محمد السيد علي الزيات. دول براء. ماهر السيد هنيدي أبو خليل. منيرة محمد أنور حمود. بعد الزكاة رئيس الوشي اسمعني كلمة واحدة. جودة المجني عليك لوشي الله وأخيك. اسمع لوشي الله. غاب المجني عليه عن منزله. كلمة لوشي الله. أنا معايا التسجيل على خلاص خلاص. والله ما كتير. بطل كلام. والله ما كتير. بطل كلام. والله يا ريس خلاص معايا في الجلسه عندي. اقعد معاد احد والله زوجة المجني عليه واخيه. غاب المجني عليه عن منزله. غاب المجني عليه عن منزله. فاجتمع فيه الاسناد. فاجتمع فيه الاثنان فكان ثالثهما الشيطان. حضر اليهما وحبب اليهما الغدر والخيانه ووجد عندهما عزما فصار الشيطان لهما وليا
فنشأت بينهما علاقة غير شرعية حرمتها كافة الأديان السماوية، وحملت المجد حملت المتهمة بأنثى عجزت عن إظهار وولدتها، استلمها المتهم الأول وأخفاها، يعلم الله وحده أين مستقرها ومسواها. وعندما عاد المجني عليه إلى منزله والنيابة العامة نسخت صورة عن تلك الواقعة للتصرف فيها استقلال، عاد المجني عليه إلى منزله فاستشعر المتهمان صعوبة لقاءات الحرام بينهم، وكأن هذه العلاقة صارت حقا لهما مباح غير عابئان بكل ما فات ولا منزعجان مما هو آت. فدرءا لاكتشافها وسعيا لدوامها فكر وقرر ودبر لقتل المجني عليه، وأتت به زوجته إلى أخيه تستدرب، وحيدا بعيدا صار على أيديهما قتيلا. هان الزوج على زوجته، فالزوج يمكن تعويضه كما قالت الزوجة الأعربية قديما، الزوج موجود أما الأخ فهو مفقود. هان الزوج على زوجته، فهي لم تكن له زوجة صالحة ولا لغيابه عنها حافظة. بسم الله الرحمن الرحيم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، فلم تصل له شرفا ولم تحفظ له عرضا. أما الأخ فقتل أخيه، طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، هشم رأسه وعظامه وأروى الأرض بدمائه. الأخ يعيب ما يعيب ويزين ما يزين، أخوك يخفي سيئاتك ويظهر حسناتك، يتحمل أخطاءك ويتجاوز عن هفواتك. أخوك هو سندك إذا ضاقت بك الصدور وإذا تكالبت عليك الهموم. هذا هو الأخ وهذا هو الزوج. فاليوم لا سبيل لكما من الرحمة ولا نصيب لكما من الرأفة. حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع آراء أعضائها بمعاقبة كل من ماهر السيد هنيدي أبو خليل ونيرة محمد أنور حمودة بالإعدام شنقا عما أسند إليهما، وألزمتهما المصاريف الجنائية، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. رفعت الدعوى.